بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله احنا نحاول نعمل فيديوهات سريعة كده لشرح النقط اللي كانت موجودة في الـ AI، بحيث ان انتوا تحاولوا تلحقوا تذاكروها ان شاء الله عشان الامتحان. هنحاول على قد ما نقدر نكون نجيب كل النقط او النقط اكتر نقط انتوا كنتوا قايلين ان هي صعبة، ونحاول نخليها في فيديوهات. بس اهم حاجة ان انتوا بعد ما تشوفوا الفيديو ارجعوا اكدوا عليه تاني من المحاضرة، عشان خاطر لو كان في اي نقطة ولا حاجة، لان انا هحاول اعمل اكتر عدد من الفيديوهات النقط، بحيث ان كل حاجة ان شاء الله تكون موجودة صح. فانت هتشوف الفيديو بعد كده ترجع تأكد منه تاني على المحاضرة. فان شاء الله هنبدأ فيديو فيديو، كل فيديو كده هيكون مدته بسيطة وتشرح نقطة موجودة من الحاجات اللي علينا ان شاء الله.